أنا شو بالنسبة إلك جان؟ شو عملت لك لتأذيني بهالطريقة البشعة؟ أنت سرقت السعادة مني وبسببها هي رح أسبك على اللي عملته معي. طاك رفيف عم تدق لي. ألو كيفك بنتي رفيف؟ دقت البومة ما كان ناقصنا غيرها. ألو مرحبا خالة مديحة، إذا أنت بالبيت فيني إجي لعندك بخصوص موضوع مهم كتير؟ أنا بالبيت، تعالي فوراً. بعد كل شي صار اليوم ورح تجي؟ والله كمليت، يا عيني على النهار. تمام حبيبتي، ناطرتك هون. طيب ماشي ما بطول. شغلت لي بالي هلأ عمو، البنت عندها شي مهم تحكي لي، شو فيها يعني؟ إيه خلاص، ما حكيت شي، ما حكيت شي. تمثيلية هالزواج آخرت على إيدي. تحسين شو بدي أقول لك، نطلع منتعشى بشي مطعم أنا وياك لحالنا؟ إيه ممكن. قال ممكن. يعني هلأ سامحتني؟ بسامحك بشرط. شو ما كان موافقة، أنا مستعدة لأي شي بتطلبه. رح تداري على فتون وتحبيها من قلبك وما رح أعيد كلامي. أنا ممكن تزبط سفرتي على دبي وما رح كون موجود، وما بدي ضل بالي عندكم. بس أنت هيك عم تضرب تحت الحزام تحسين. أنا برأيي هي ضربة جزاء مرتبة، وإن شاء الله رح أجيب هدف. طيب موافقة، بس بتعرفوا شغلة مهمة؟ أنا مالي طايقة حركات هديك البنت القزمة بنوب، بس إلا ما ينفجر البالون شي يوم، وما تقولوا ما حذرتكم. آخ منك مديحة، آخ منك. ها أكيد هاي رفيف. بومي وصلت. مرحبا. أهلين وسهلين يا خانو. أهلين حبيبتي. أهلين خالته مديحة. تعي. أهلين وسهلين رفيف. كيفك عمو تحسين؟ الحمد لله. انبسطت انه الكل موجود بالبيت، لانه اللي بدي احكيه بخصكم كلكم. رفيف بنتي طمنيني، مو صاير شي مو منيح معك؟ ما يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.